الوداع نهاية قصة، إما ببشر أو بجماد أو بحيوان أو بزمان أو بمكان أو حتى جزء من نفسك. أكيد الوداع مؤلم، أحيانا يقتل فينا شيء، لكنه يحيي في بعض الظروف فينا شيء. دائما نتجنب الوداع لأن شعور صعب، لكن السبب الثاني اللي ما نبي نقوله إنه يفضح مشاعرنا. ما نبغى نبكي، ما نبغى ننكسر، نكذب على أنفسنا، نقول إن في فرصة ثانية، ما نبي نكشف مشاعرنا. يا أخي ليش ينكابر يا أخي؟